السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام من قناة جيم أوفر تابع حق جيم أوفر، واليوم بنكمل سلسلة التختيم لنكون الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. في الحلقة اللي فاتت قابلنا الكينج حق المنطقة هذه، ونبي نساعده إحنا الحين، نبي نرجع له شخصيته الرئيسية، فهذه إن شاء الله المهمة الرئيسية حقتنا. أوه لازم نطلع، أوكي. لازم نروح نساعد الملك، نجيب له روح، ناخذ روح من واحد ثاني ونرجع له. نشوف هذه ايش عنده. هذول هم السايد كويست. اوكي اخذنا السايد كويست حقها، فالحين لو نلاقي لها بزورتها او انا ما اظن بزورتها او مهمه جانبيه ماني متذكرها، فنقدر يعني نساعدها. اغلب يعني لا يعني اذا لقيت مهمات ما تقدر تسوونها الحين، لكن معناته يمديكم تجيبونه في وقت ثاني. فالحين هذه الجره اشتغلت، فمعناته في روح قريبه اللي هو روح البزر ده، فعلى ما اظن هناخذ روح ونقدر نعطيها الزعيم. الزعيم ايش صار فيه؟ انه ما صار يعني شجاع زي اول، فالبزر هذا ما شاء الله شجاع، فنقدر دحين نسوي حركه ناخذ السولز حقته ونعطيها للزعيم ويرجع هو طبيعي الولد. شوف سوينا الضربة هذي، السولز رجعت لي في الجرة، تعبت على شكل نار هذي. فالحين نقدر على ما اظن نروح نعطيها للزعيم حقنا، فالولد الحين رجع طبيعي. ففي مهمات جانبية ما يمديك تسويها في الوقت الحالي، يعني صح انك تاخذها زي كذا، لكن ما يمديك تسويها الا بعدين، فلازم يعني ترجع وتسوي المهمات بين فترة وفترة يعني. اوكي قربنا. السلام عليكم. على ما اظن الحين نروح للزعيم او للكينج صح التعبير. السلام عليكم. هنا الحراس عادي ما يسوي لك شيء، يمديك تخش على طول. فالحين رجعنا للزعيم بنكلمه. الضربة هذه ندخل السولز جوته ونختار السولز هذه. في انواع سولز كثيرة، فبعض الاحيان مو اي سولز تمشي. احنا عطينا السول حقة الولد الشجاع، فشوف دحين ايش حيصير فيه. الحين رجع طبيعي الرجال. أظن المعلم اسمه جيتسو يعني معلم، والله ما أتذكر. أظن جيتسو. فالحين الزعيم رجع طبيعته، قاعد يسلم يعني كيف الأحوال، كيف كل شيء. فدحين هو يعني يقول كويس إنه رجع لطبيعته، فالحين يقدر يعني بيرجع يسوي واجباته زي كذا. فالحين هو مبسوط وشكرنا. فالحين على الأقل يقدر يرجع المدينة زي ما كانت. فساعدنا الزعيم فأعطانا ضربة، على ما أظن هذه ضربة ستيل يعني تسرق أشياء، قال لك فار زي كذا تفكها. هذه لها صلاح في وقت لانه زي عقارب الساعة مرسومة. الحلو بالرسوم يمديك تفهم شوية من اسم يعني شكل اسم الضربة او حاجة او ايش فائدة الضربة من الرسومات. والحين بما اننا ساعدنا الزعيم يمدينا نطلع برا.
نشوف فين وجهتنا او نطلع من هنا. انا اتاكد حنروح محل الاسلحة. خلنا نشوف هذا المحل. زي الدور الثاني او في بزر يبكي. اظن عندنا مهمة جانبية. هذا نسوي له هيل عشان يتعالج. الحلو في ذي اللعبة انه يمديك تستعمل ضربات السحر اللي عندك عشان تنقذ الناس وزي كذا، يعني مو بس في الفايتات. زي ما انقذنا فهذا الصندوق اظن دحين يمدينا نفكه بالضربة اللي تعلمناها. افا ما يمدينا، ما يمديناش، ما يمدينا في الوقت الحالي. لكن الصناديق اللي زي كذا ما تنفك، تفكها بضربات السحر. في ضربة سحر تفك لك الاقفال. اوكي الحين هذا هو محل الاسلحة، اشياء على شكل بومة. او في بزر يبكي هنا. دحين هو قاعد يعلمني، يقول له انه من هنا يمديك تشتري اسلحة، دروع، الاكسسوارات، يمديك تحطها لاي شخصية وزي كذا. فخلنا اول شي نعالج البزر هذا اللي يبكي. حلو، الحين اظن عالجناهم، هم ثلاثة. شوف مثلا يمدينا اشتري، لو اشتريت ذا السيف كلها يعني يبان لك، يعني كلها الريكس. هذه ما تنفع الريكس، هذه ما تنفع الريكس. يعني هذا السلاح يزود الاتاك 25 وما يزود الماجيك زي ما هو. هذا السلاح لا، يزود الاتاك ويزود الماجيك، يزودها بكل واحد اثنين اثنين. هذا حلو ناخذه رخيص. انا اوريكم كيف نلبسه. نضغط مثلث، نروح للشخصية، هذا تيكس، نحط له السلاح. اظن كمان يبدينا نشتري له الدرع. هذا الوان الدرع بكم؟ 80. حلو، وهذه غالية، نشتري له الدرع ليش لا. خلاص سوينا الكوب. اوكي الحين خلصنا من لبسنا ريكس سيف ودرع. خلينا نشوف مهمتنا الحين فين. او نرجع دحين البرنس او العمدة. اظن هذه الام اللي اعطتني المهمة ان ادور على عيالها. خلنا نكلمها. شايفين سوينا سايد كويست واخذت دحين ختمتين. فشوف دحين الختمتين تتعبى في الخط حق العداد من 1 ل10. فاخذت ختمتين الحين، شي حلو. تقول تسوي مهمات جانبية زي كذا تلاقيها في الطريق. في بعض المهمات زي ما قلت لكم ما يمديك تسويها في الوقت الحالي، لكن يمديك تسويها قدام. فلا تستغرب انه الحين ما يمديك تسوي بعض المهمات. أين أنت يا زعيم؟ شوف الجندي مستغرب، فين الزعيم؟ اختفى الزعيم. على ما أظن الحين قاعد يقول لنا أن الزعيم اختفى، رجع لعقله واختفى الرجال. فالحين اوليفر والمعلم حقه قاعدين يقولون يعني فين نتوقع نلاقي الرجال.
فما في حل ان احنا نقعد ندور في المدينه انه هو يعني بيطرد الشريرين من المدينه وزي كذا، انه مره 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 رجال طيب، كلام كثير. على ما اظن انا هشتري ان شاء الله النسخه الانجليزيه وقت ما تنزل، عشان ودي افهم القصه زياده. نشوف الحين ما في نجمه، ما في ولا شيء، فتقعد الحين انت تدور بنفسك. شوفي ما في نجمه ولا حاجه، لازم نقعد ندور على البرنس او العمده او الكينج. اوكي الحين وصلنا هنا، خلينا نشوف البزر هذا ايش عنده. ما يمدينا نسوي الباب ولا شيء. افا، طب وين لازم نروح؟ اوه لقينا 5 ذهب، ما ادري، خلينا نشوف لو طلعنا من المدينة مدينة نلاقي شيء. في الحين الزعيم اختفى، فلازم نقعد ندور عليه. ما في شيء برا، فمهمتنا اظن في المدينة، مهمة حقتنا في المدينة، لازم نقعد ندور زين، نستجوب بعض الناس، نسولف معاهم. الملك كل حاجة، ممكن من هناك يمدينا نفعل المهمة، لأن اللعبة زي كذا في أشياء ما تصير لك إلا لما تسوي أحداث معينة. يعني في مهمات جانبية ما تصير لك إلا إذا سويت الأحداث، يعني في أحداث معينة لازم تصير. يعني خلينا على سبيل المثال نقول إن في أحداث ألف وباء وجيم، باء ما تنفتح لك إلا إذا سويت الحدث ألف، جي ما تفتح لك اذا سويت الحدث الف وباء، زي كذا في اللعبة زي كذا تقريبا. لازم تسوي الاشياء صح، فدحين لازم احنا زي ما تقول نفعل المهمة. فما ادري هنا في شيء ازرق قاعد يولع، خلنا نروح نشوفه. اوه بسم الله، ما عندي سالفة، ممكن نرجع القصر نكلم العميل حقه. مو العميل، الجندي اللي حق الكينج. او لا دقيقة، ممكن هنا. نوب، ما له صلاح، تمثال ما يسوي شيء.
حتى قصر الملك كبير، ما في يعني مداخل ولا مطالع، بس مخرج ومدخل واحد. خلينا نكلم ذا. ما يمدينا نسوي شيء معه. اوكي، معنات مهمتنا من برا. ممكن يبغوني اسوي عدد معين من السايد كويست عشان تتفعل المهمة. خلينا نشوف البزر تام. ما عندي سالفة. اوكي، صح صح صح. الحين لما شغلات زي كذا، يعني شوف الحين ما عندي مهمة، ففي ضربة هذه الجيت ترجعني العالم حق الرئيسي. شوف اسوي الجيت ترجعني عالمي، المهمة هناك راح عن بالي. فاذا ما في مهمات، ما في مهمات في عالم لينكوني، اعرف ان مهمتك في عالم العالم الحقيقي حقك. فشوف دحين تطلع النجمة هنا، متأكد انا. يب، طلعت النجمة هنا، راحت عن بالي. فلو تذكرون البس، هو نفس البس اللي كان هنا في العالم الحقيقي، الدب هو نفسه، بس اللهم حجمه كبير. الحين بنكلم هذه النسالة، يعني فين البس؟ ما شفت البس، فين راح؟ فدحين احنا مهمتنا ان ندور البس، عشان لازم نرجعه. لا يعني نرجعه العالم اللي نكونه. خلينا نشوف الخريطة. في البيت حقنا. ايوه، بغيت انصدم. شوف المعلم كيف يجري. هذي مشاعر اخضر مرة ثانية. حتى اسمه ما يمدينا نعرفه، اسمه علامة استفهام. طلع اسمه ايش هذي؟ كوكو كوكو، ما ادري ايش، ما ادري اسمه غريب. لا تصدق، ترى ما اعرف ياباني. من عندي، من راسي جبته. فاذا الحين ان شاء الله بتدلنا على محل البس، ان شاء الله تكون تعرف محل البس زين. لازم نجري وراها. والله اللعبة دي بريئة. حلوة. أظن جابتني. أوكي، لسه. أوف، البس إيش وصل هنا؟ شكله محبوس ولا حاجة. الفار شكله في بس هناك. شوف البس. هذا هو البس اللي هو رئيس مدينة في عالم لين الكوني، ويهرج ما شاء الله عملاق. شال البسة. حلو، شوف كيف شايله. أظن الحين نرجع للبياعة. يب، مهمتنا نرجع للبياعة نفسها. إن شاء الله ما تجي سيارة تصدمني. أوكي، جت سليمة. أوكي، وصلنا الحين، نعطيها البس.
فشفت زي المهمة اللي في عالم لين كوني ما تشتغل لك إلا إذا رجعت العالم الحقيقي. فالحين بما أننا رجعنا البس يمدينا نرجع عالم لين كوني ويكون عندي مهمة هناك. يمدينا نرجع من هنا. يب نستعمل ضربة القيت عشان نرجع عالم لين كوني. حلو الحين رجعنا وبانت النجمة هنا. الحين على ما اظن نروح نقابل الولد اللي اخذنا الروح منه واعطيناها للزعيم. هو في زحمة شندهم. وش عندك؟ مونكي اوه هذا لما اجن حق الولد الصغير فعلى ما اظن بيعطيني اياه. اوه نايس حلو شكرا. ايش نسميه؟ بسميه مونكي. مونكي ان فلا ان مونكي بالاي. فالحين مسكنا مونكي ومسكنا اعطانا اياه هذا. صار عندي دحين مخلوقين. نشوف يب صار عندي دحين اثنين ريكس ومونك مونكي. شوفكم معايا فلوس معايا 86. حلو. فالحين نشوفه تفعلت دحين مهمتنا من هنا. اظن نخش مجاري او حاجة عشان نروح نجيب الزعيم. فالحين شوفوا في قفل ما يمدينا نفك الا بالضربة هذي لان على شكل القفل. فالحين عادي اهو فكينا الباب الحمد لله. الحين بعد ما فكناه خلاص يمدينا نخش المنطقة. يلا بسم الله. منطقة جديدة تقريبا زي المجاري حقت المدينة. واو وفيها وحوش مائية وحوش عادية اغلبها شكلها وحوش مائية. خلا مباري هذولا. فالحين شكلها تدريب بيعلمني كيف انزل الاثنين وزي كذا. اوكي انزل ركس على طول بسوي ضربة مع 10. الحين هو قاعد يعلمني يقول لي دحين صار عندك يعني بوكيمونين يديك لما تضغط L1 تسوي سويتش ما بينهم بالسهم اليمين واليسار. اوكي عرفنا. فانا بستعمل ريكس لانه هو القوي حاليا. هذول دحين مرة قوية شوفوا ما ماتوا بسرعة. هذا ضعيف تقريبا لطش. او في كرة خضراء. حلو نعبي اتش بي. فا مانك ليفل صار ليفل 2.5 تقريبا شي حلو لان ذي المنطقة عالية عليه فيمدينا نلفل به هنا. حلو اخذنا تشانس هي فيرست سترايك. دحين يمدينا نضربه من ورا ظهره. بسوي الضربة اللي تاخذ 10 ام بي. ضربة ريكس القاضية حلوة ذي الضربة. تضربهم اثنين حتى لو كان في ثلاثة. حلو هزمناهم. كبير ريكس مانكسر ثلاثة واخذنا سكريم. حلو الحين عندنا طريقين والمهمة هناك.
اوكي شباب، هذه نهايه الحلقه الثالثه ان شاء الله تعالى. في الحلقه الجايه حنكمل هذه المنطقه وحنلاقي الزعيم ان شاء الله تعالى. اتمنى هذه الحلقه عجبتكم، لا تنسون لايك وفيفوريت وكومنت وسبسكرايب اذا ما سويت سبسكرايب. يلا شباب، كان معكم اخوكم بسام، وفي امان الله.